بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. النهاردة جايب لكم منحة من السفارة الأمريكية. أعتقد إن دي فرصة حلوة لأي حد بيحاول يدور على الكارير المناسب ليه، بيحاول يطور من ذاته، بيحاول يخلي السي في بتاعه سي في محترم، بالذات لو أنت لسه طالب. فالحاجات اللي زي دي بتكون مفيدة ليك جدا، بحيث ان انت لما تتخرج من الجامعة بتاعتك يكون عندك الخبرة ويكون عندك السي في المحترم. فمن غير ما اطول عليكم، النهاردة معانا ورشة، يعني المصطلح الدارج، من السفارة الامريكية. هتبقى زي ما هو مكتوب كده، يوم 8 و13 و18 و20 و25 لغاية يوم 27 اكتوبر. هتبقى الساعة 11، هتبقى اونلاين. يعني وانت قاعد في بيتك، لو انت في الجامعة بتاعتك، هتفتح الموبايل بتاعك. موضوع بسيط جدا، حوالي 6 مواضيع. المواضيع دول باختصار يعني في الديجيتال ماركتينج، وازاي تعمل تبقى مصور محترف، ازاي تعمل فيديو قصير بشكل احترافي. هيبقى في جلسات لتطوير اللغة الانجليزية. دي بالنسبة للصفحة دي. هتعمل التالي، طبعا انا هسيب تحت لينك التسجيل. هيبدأ يسألك كذا سؤال لازم تملاهم، وبعد كده هتبعت. اول حاجة هتبقى اسمك، تكتب اسمك. مثلا انا هكتب طارق صادق، او طارق صادق الصايغ، تكتب اللي انت عايزه. المهم تكتب اسمك، الايميل بتاعك، ويفضل يكون شغال، عشان لو بعتولك اي حاجة عليه تشوفها. فانت حاول من بعد التسجيل كل شوية تدخل تشوف الايميل بتاعك لو جاله فيه اي حاجة، سواء جيميل، سواء ياهو، سواء هوت ميل، ايا كان بقى. الموبايل بتاعك في الخانة دي هتكتب الموبايل بتاعك. بعد كده بيسألك عن مدينتك او محافظتك. اكتب مثلا، انا اكتب دمياط، او اكتب مثلا المدينة اللي انا فيها بالتحديد. اكتب الزرقاء سلاش دمياط مثلا، عشان ابقى محدد لو هما مش عارفين الزرقاء مثلا. بعد كده عمرك، عندك كام سنة. بعد كده هنا بيقولك لو انت معاك عضويه لاي سي سي، سيب الرقم بتاعك بتاع العضويه. لو ما عندكش، سيب الخانه دي فاضيه عادي. بعد كده بيقول المسمى بتاعك، هل انت بقى طالب، ام انت مخلص وبتدور على شغل، ام انت مخلص ومش لاقي شغل وعاطل. شوف انت ايه بالظبط. بعد كده بيقولك انت في اي كليه، بتكتب انت طالب في كليه ايه لو انت طالب. بعد كده بيقولك لو انت شغال ايه المسمى الوظيفي بتاعك. بعد كده بيسألك عن مستواك في اللغة الانجليزية. بعد كده مهاراتك في الكمبيوتر. بعد كده بيسألك عن مهاراتك بقى في الكمبيوتر بقى بالتحديد، انت بتعرف تعمل ايه مثلا. هل عندك مهارة البحث على الانترنت، او بتتقن برامج زي الوورد والاكسل وهكذا. ولو بتتقن حاجة تانية اكتبها. بعد كده سرعة الانترنت بتاعك، حدد السرعة بتاعتك، لان طبعا ده هيبقى اونلاين، فالسرعة مطلوبة عشان يبقوا عاملين حسابهم عليك، ويبقى لك العذر لو مثلا النت بتاعك ضعيف يعني وبتتأخر. بعد كده بيقول انت شايف ايه الأهمية من ان انت تاخد حاجة زي دي، اللي هي ديجيتال سكيلز الأيام دي، ايه الأهمية بتاعتها. بعد كده ليه انت مهتم بالانضمام في البرنامج بتاعهم. بعد كده بيقول لك في ملاحظات لازم تشوفها، ملخصها ان انت هيكون البرنامج ده على برنامج زوم اونلاين، فانت لازم تثبت طبعا البرنامج، وان هم هيطلبوا منك تفتح الكاميرا، وان انت تتكلم معاهم حتى لو انت لغتك انجليزي مش قد كده، هم يعني هتداركوا الموضوع. بس المهم انت تفتح الكاميرا بتاعتك وتفتح الميكروفون وتتفاعل معاهم وتتكلم. ولو انت ما معكش كمبيوتر، هيبقى من الموبايل بتاعك، مفيش مشكلة. وان هم بيستأذنوك ان هم هياخدوا من سكرينات اثناء الورشة علشان يبقوا ينزلوها على الحسابات بتاعتهم وكده. هتملى كل بياناتك، وبعد كده تعمل ارسال وتستنى منهم الايميل لما يوافقوا عليك. طبعا هم لسه دلوقتي بيراجعوا من اللي عندهم، وبنسبة كبيرة يعني بيقبلوا كل اللي بيبعتهم. ونشوفكم ان شاء الله يوم 8، اعتقد مش فاكر التاريخ، يوم 8 اكتوبر بداية الورشة. واتمنى يكون الفيديو فاتكم، واتمنى محدش اترفض، وبنسبة كبيرة كلها هيتقبل. وان شاء الله الفيديوهات الجاية برضه هيبقى فيها محتوى مشابه لورش عمل ودورات وحاجات مجانية. انا بحاول على قد ما اقدر بجيب لكم الحاجات المجانية. فربنا يوفق الجميع، وشكرا.